في جوازية. سؤال آخر تحت السن يا شيخ، بالنسبة للذكر الجماعي أنصار الصبح، ذكر الجماعي أنصار الصبح مفهوم. ما في ذكر جماعي في الإسلام، وإنما هناك ذكر يشرع فيه رفع الصوت وذكر لا يشرع فيه رفع الصوت. وعامة الأذكار الأصل فيها الإصرار وعدم رفع الصوت، فكل ذكر شرع فالمشروع معه الإصرار إلا ما استثني، مثلا التلبية في الحج والعمرة، فهذه التلبية يشرع فيها رفع الصوت، وهذا ثبت في السنة قولا وعملا. أما القول فقد سئل عليه الصلاة والسلام عن أفضل الحج، قال العج والثج. العج هو رفع الصوت بالتلبية، هذا أفضل أعمال الحج بيقول الرسول عليه السلام، والثج هو الذبح. هذا من حيث القول. من حيث الفعل، جاء عن الصحابة أنهم لما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة وأحرموا بالحج عند ذي الحليفة، فكانوا يلبون حتى إذا ما وصلوا إلى مكان اسمه الروحاء بحت أصواتهم. هذا مشروع. في مع كون شرعية رفع الصوت بالتلبية فهو ليس جماعيا، وإنما كل واحد يلبي لا يقرن صوته مع صوت صاحبه، ولا لفظه أو عبارته مع لفظ صاحبه وعبارته، لكن هذا بيصير عمليا. قد يلتقي بعضهم مع بعض أحيانا في الكلمة وقد يفترقون، هذا هو المشروع. أما بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب، فأولا هذا الرفع لا يشرع، ثم إن شرع أو بدا لبعضهم أنه مشروع فلا يربط نفسه مع صاحبه، لأنه هذا ليس من السنة من جهة، ومن جهة أخرى قد يترتب من وراء الاتحاد في رفع الصوت مفاسد معنوية، لأن الإنسان يختلف طول نفسه عن غيره، فمنهم من نفسه طويل ومنهم من نفسه قصير. ونحن كنا نلاحظ في الشام أن بعضهم على الأقل لما بينتهوا من التهليل الأولى ما بيأخذوا نفس من العجل تبعهم، فبيوصلوها بالتهليل الثانية. فاللي كنا نسمعه أنه بعضهم وصل، فلما وصل عند لا إله الثانية انقطع صوته عند لا إله، فوقع في الإشكال المعنوي حيث كثر لفظا. والكفر اللفظي صحيح أنه لا يخرج صاحبه من الملة، ولكنه لا يجوز أن يتكلم بمثل هذه الكلمة الموهمة للكفر. وكما يقول العلماء، ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب، كذلك ما يقوم به المنكر فهو منكر، ما يقوم به الحرام فهو حرام. فما الذي أدى إلى هذه الكفرية أن يأخذ النفس عند قوله لا إله؟ هو كون رابط حاله بصاحبه. طيب صاحبه نفسه طويل، هو نفسه قصير، ما قدر يلحق معه فانقطع عند هذه الكلمة التي لا يجوز الوقوف عندها. باختصار، رفع الصوت
في تهليل المغرب والعشاء لا يشرع، وإذا بعض الناس يرون ذلك مشروعا كما يفعلون في البلاد السعودية فما ينبغي أن يمشوا مع بعضهم بصوت واحد، لأن هذا أولا غير وارد، وثانيا يتسبب لتحقيق بعض المفاسد.